كانت الأمور تقاس بنتائجها فإنه يمكن القول بأن ما تحقق خلال الحقبة الماضية بعون منه تعالى هو إنجاز كبير يشهد به التاريخ، يشهد به التاريخ لكم أنتم جميعاً يا أبناء عمان. لقد صبرتم وصابرتم، لقد صبرتم وصابرتم وواجهتم التحديات وذللتم العقبات، فرأى الله مسيرتكم وكتب لكم السداد والتوفيق، فحمدا لله على ما أولى وأسدى، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.